أعظم ذنب، بل هو ذنب أشد من الزنا وأشد من الغيبة والنميمة، بل هو أعظم من أعظم عم. هذا الذنب عظيم عظيم يا جماعة الخير، وكثير وأغلب يعني مو أقول كثير، البعض يترك هذا الأمر وهو ذنب عظيم عظيم. قال الصحابة: ما رأينا عملا تركه كفر مثل ترك الصلاة. ترك الصلاة، تارك الصلاة، قالوا أهل العلم أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأن الحيتان تغضب منه، وأن النمل في جحرة تغضب منه، وأن السماوات تغضب منه، وأن الأرض تغضب منه، وأن البحار تغضب منه، وأن الملائكة تغضب منه، وأن جبريل يغضب منه، وأن الله يغضب منه ويبغضه الله عز وجل.